ليه انت يعني المدرسة اللي حضرتك بتمثلها دايما بتعطونا هالشعور انه واحد اذا بيسمع ام كلثوم بيكون بيفهم، واذا بيحب اليسا مثلا لانه اليسا هلا موجودة بيكون ما بيفهم. انه ليه دايما بتحسسونا بهالشيء؟ ما انت عم تقول هي احساس وهي تعبر عن شعور، ما كانت تعبر عنه ام كلثوم بالخمسينات انا بقول لك والستينات ليش على راسي، انا بقول لك مش ضروري تعبر عنه اليوم. ما توقع بال 2000، ما توقع باللي عم جربه. انا ما عم بقول خصوصا دكتور، انا ما توقع فيه. الحقيقة ليه مش سامع اليسا؟ انت شخص تهتم واخصائي موسيقى، انا بعترف واليوم اليسا النجمه الاولى بالسوق، ليه ما بتسمع؟ انا بعترف انه عندي نقص في السماع، في شيء بوان فينال لو بالصفحه. بس لجاوبك على سؤالك لاقول لك شغله، في انه انا هيدا هالموضوع كثير انه ليه عيب؟ ما هيدي الناس بتحب. لا 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 مش اليسا انت 98 نجحتي بالاستوديو الفن بس ما بينتي لل 99، هيدي المرحله هل كنت عم تبحثي عن خط غنائي تتميزي فيه، او ما كان عندك الفرصه، او شو صار معك؟ يعني كلهم سوا، يعني ما في اقول لك انه في انه اكيد كنت، يعني ما دام سمعت كثير اغاني وكثير الحان ما لقيت حالي فيهم ما عملتهم، بس سمعت شيء حبيته عملته. شو كان سؤالك؟ شو اللي بنجح اليوم؟ انت برايك شو اللي نجحك؟ هل هي الاغنيه الخلطه اللي انت عملتيها، او الفيديو كليب اللي انت عملتيه؟ اكيد في كل العناصر، يعني تتقول عن شخص نجح تتقول عني نجحت، يعني في كذا كذا مقومات كثيره، يعني في برك الكلام يمكن يكون مقبول مش انه موضوع فلسفي، يعني اللحن كمان لحن حلو قريب للدينة، بركي هالتوزيع كمان خصه، وما دام نحن بعصر صورة الكليب خصه كمان، ولانه كان جديد من حيث التصوير ابيض واسود، وبركي لانه كنت لابسة فوال، واكيد لو ما حبتني العالم انا فوال. بلا لا لا لانه لا ما عم يتلقن، ما عم يتلقن ابدا. بس هيدي الفكره، يعني بما انه عم نحكي صوره، انت يعني خليني اسمحي لي اقول انه كنت جريئه وعملتي خطوه كان لازم من زمان اي مغنيه عربيه تعملها، انه قدمتي صوره المراه الجميله السكسي مثل ما هن اغلبيه المغنيين الغربيين بيقدموا حالهم بحالهم، واغلبيه الشباب بحبوا، يعني مثل ما بحبوا السبايس جيرلز او المادونا او اللي قبلها، لانه كان في هيدي الصوره المراه الجميله المثيره. انت اخذتي هيدي الخطوه، يعني انت غنيتي اول كليب خليني اقول بمزدوجين، لابسه شو قلت الفوال، يعني لابسه هيدا الشرشف اللي عم بيطير من حولك. ثاني فيديو كليب كمان عملتيه كنت عم بتغني بالتخت مع راغب علامه بالفرشه، قد ايه كان صعب عليك تاخذي هيك قرار؟ وده هذا الشيء يعني هو كمان مضر لإلك ولصورتك، يعني كيف ثاقبت عملتيهم او كنت قصدك تعمليهم، وليه عملتيهم، وكيف خدم غنيتك؟ اول شيء بس انا اجيت بدي اعمل غنيه اخذت عند مخرج، انا مش شغلتي اقعد، مش انا اللي بقرر كيف بدها تكون فكره الاغنيه، المخرج بيعطيني ستوري بورد. هلا اذا بلاقي انه الاغنيه مثلا الستوري بورد اللي عطاني اياها يمكن كمل الاغنيه، في اشياء في خلفيه للاغنيه يمكن انا ما بشوفها، او انت يمكن المخرج بشوفها، وانا ما عندي مشكله اعمل شيء بيخدم غنيتي طول ما هو ضمن حدود اللياقه والاخلاق. انا حكيت احضر افلام لهند رستم ولليلى مراد كانت رقاصه تطلع بالميو مش بشرشف، انا بالكليب بدي دوب لبست فستان كثير ديكولتي ما حدا حكى عنه، لبست شرشف ومسكر انه عادي انه اللي بيلبسوه كل العالم علقوا عليه لانه شيء مش مألوف ولانه شيء جديد، يعني وبعد انه ما حدا تجرأ مثل ما قلت انت وعمله. يعني وبالنسبه لكليب الثاني كمان نفس الجواب بقول لك، الفكره كانت هيك، هي ما كان تخت، هي استوديو ارض بس انت بتشوفها تخت، ونحط عليها شو اسمه حرير او شيء، وكمان ما كان عندي مشكله انه بتلبسي بيجامه، انه انا بس اعمل شغله بعملها اول شيء لانه انه انا ما بلاقي عندي مشكله بحالي، بعدين انه ساعتها في انه بدي اتوقع ردود فعل كتيرة. هلا هاي انا ما بحب كذب على حالي ولا بحب خبي، انا شو ما عندي مشكله اعملهم طول ما هن بيخدموا لي فني، انا مش ام كلثوم طبعا، انا اليسا، وانتم عم تحكوا عن اغنيه جديده وانا ضمنها. معلش يعني كله هيدا زفان ما له علاقه بالموسيقى، معلش بالزمانات انا بحكي عن الاغنيه، معلش بحكي عن الاغنيه العربيه، الاغنيه نحن عم نحكي عن الموسيقى، يعني الاغنيه ما عم نحكي عن المظهر. هيدي هون انا برايي
احد اهم اسباب هالمشكله هاي. إيه بس خليني الفت لك نظرك بما انه مش سامع اليسا اللي عملته كمان بأغنيتها. هي الاغنيه بتسمعها ما بتعرف اذا هي اغنيه عربيه او اغنيه اسبانيه، لانه حتى في حكي اسباني، في الاسباني كتير طاغي، ما كان يعني لنقول 80% ميلودي عربيه و20% اسبانيه، هي 50% اسباني 50% عربي. ام كلثوم لو طلعت اليوم بالتلفزيون يمكن كان فشلت، لانه شكلها مش كثير. اليسا كثير اجمل منها مع احترامي، مع انه انا وهي بتوافق معي انه صوتها مش بجمال صوت ام كلثوم. طيب ليش نحن بدنا نقبل بالموسيقى حكم بنعرف انه مشوه اصلا؟ اهلا بالزميله. صوت مش غريب ابدا، كيفي كمال؟ رئيسه المذيعين في اذاعه لبنان ومن اللي دربوني. تفضل. كثير حلو. بعرف ليش انه ليش عاملين من اغنيه اليسا قصه، انه في كثير مشاكل بالاغاني وفي كثير هبوط، يعني حرام اليسا يمكن بتزايد عليهم او بتنقص عنهم. اليسا كيف بتحبي تختمي حلقتك؟ وعندنا كثير اسئله عم تجينا، في سؤال على الفاكس جاي انه من بتعتبري جمهورك انت، بس تغني لمين بتغني ولمين بتتوجهي؟ يعني اكيد لجيل الشباب، لانه اكثر شيء مثل ما لاحظت بيقبل. مثل نحن كمان، انا بحب اغانيك. ميرسي. انه اكثر شيء بتصور بيقبل طبيعتي، لانه بفتكر تجانست مع طبيعتهم او حتى مع افكارهم او حتى مع جرأتهم. وعم بفي احكي كلمه ختام تا تخلصوا مني. إيه لا بس اللي ما بيعجب اللي اغانيك ما اللي ما بيحب اغانيك وبيعتبر انه انت مش مغنيه، انت فنانه فيديو كليب ام الشرشف. اوكي شو بتقولي لهم؟ بقول لهم انه انا بس يعني انا تخرجت من استوديو الفن، وكان في لجنه عم بتقيم كل شخص بشخص وعم بتنقي، وانا اخذت ميداليه فضيه، واكثر من هيك ما بدي اقول. بعدين انا بحترم كل العالم، لانه في ممكن ما اجي على مزاج فئه من العالم، اجي على مزاج فئه ثانيه. نعم. انا ما فيي افرض، انا بهمني اوصل لكم ممكن من العالم، بس اذا ما قبلوني في انه يعني اذا في منهم ما حبوني انه ما فيي اعمل شيء. نعم. وشو كلمه الختاميه اللي بتحبي تقوليها؟ بدي اقول لك ميرسي انه استضفتني معك، وميرسي لوجودي بين ناس كبار مثل الاساتذه، وبقلكم ميرسي يعني اكثر من هيك ما عندي شيء. شكرا لك اليسا، وخليني اقول انه انت كمان مغنيتي المفضله. ميرسي. والسي دي كمان تبعك ركبت سي دي بلاير بالسياره لاسمع السي دي تبعك.